يعد برنامج سور التعلم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بدعم من اليونيسف برنامج تعليم مدمج مبتكر لمساعدة حوالي مليون طالب على إنعاش عملية التعليم وتسريعها وتعويض الطلاب ما فاتهم بعد الاضطراب الناجم عن أزمة كورونا. سور التعلم وسيلة مبتكرة تسعى إلى تطوير عجلة التعلم المدمج عن بعد لجميع الطلبة في الصفوف من الرابع وحتى التاسع، تقدمه وزارة التربية والتعليم بدعم من اليونيسف للتأكد من تحصيل المعرفة والمفاهيم لدى الطلبة وتطبيقها في الحياة الواقعية. حزمة من الأنشطة التعليمية والتكاملية تدعمها الأجهزة المحمولة ترتكز عليها جسور التعلم، والتي تعتمد على المنهاج الدراسي الأساسي تجمع ما بين اللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى الرياضيات والعلوم في نشاط أو قصة أو مشروع واحد، إذ يحتوي كل نشاط على رابط خاص على الإنترنت للمساعدة في الحصول على مصادر ومواد إضافية عند تطبيق النشاط. الأنشطة التعليمية صممت في المقام الأول لدفع الطلبة على التفكير بالطريقة الأنسب للتعلم عن بعد، ولدعم أولياء الأمور والمعلمين للتعامل في مسعى للتكيف مع الظروف التعليمية التي فرضتها أزمة كورونا، إذ يحصل كل طالب على ملف خاص لحفظ أنشطته في جسور التعلم، والتي ستوفر بدورها حزمة أسبوعية من الأنشطة الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأهداف التعليم ونتاجاته الأسبوعية. ومعنا عبر سكايب أسامة لنعيمي مسؤول تعليم في منظمة اليونيسف. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. بداية دعنا نتحدث أكثر عن برنامج جسور التعلم وكيف جاءت هذه الفكرة. صباح الخير عليكم جميعا وعلى الأعزاء المشاهدين، وبالتحديد لطلبتنا كمان اللي هم أنا بقول الأبطال صراحة اللي بيخوضوا بهاي التجربة العظيمة صراحة، واللي كل العالم راح يتعلم منها. جسور التعلم زي ما بنعرف احنا كل العالم من شهر 3 ورا مر بأزمة، واللي هي إغلاق المدارس. صار في حديث عالمي حول أن كيف طلابنا ممكن يكملوا مدارسهم. احنا هلا واقفين بفترة كمان السيناريو أمامنا مش معروف، هل هو راح يكون في إغلاق كامل، مرات بيكون إغلاق جزئي، مرات بيكون في دوام كامل حسب وضعية انتشار الوباء بالعالم كله طبعا. فمن اجل ذلك كان في الحاجه الى حلول مبتكره صراحه، الى انه كيف انت تضمن الطالب انه يلحق التعلم اللي راح عليه، وبنفس الوقت كمان يخوض عمليته التعليميه اللي المفروض يخوضها هاي السنه لكن بشكل متسارع في نفس الوقت. بالتاكيد هون بيجي دور المنظمات العالميه، منظمه اليونيسف طبعا، بمشاركة الخبرات العالمية والتجارب العالمية مع وزارة التربية والتعليم، واللي هي فعلا بتقود المشروع هذا حاليا بالفترة الحالية. نعم، الهدف الرئيسي اللي بيقوم عليه هذا البرنامج أسامة؟ الهدف طبعا هلا هو احنا بنحكي هون احنا هو طبعا البرنامج صادر عن وزارة التربية والتعليم دائرة المناهج. المنهاج الرسمي فيه مفاهيم أساسية وأفكار رئيسية لازم توصل للطالب بهاي المرحلة العمرية اللي هو فيها. فبالتالي انت بدك تضمن كيف انه هاي المفاهيم الرئيسيه توصل بشكل انه سواء الطالب يكون جزئيا في المدرسه او حتى لو فقط في البيت، يقوم في الطالب نفسه باداء هاي المهام وهاي الانشطه. في دور للمعلم طبعا هون من ناحيه توفير الدعم والتشجيع له، في دور للاهل كمان في نفس الوقت. يمكن احنا هلا يعني بنحكي الموضوع مش حصري فقط على موضوع الكورونا فقط، يعني اذا تسمحي لي بس شوي اخوض بالتفاصيل بهذا الموضوع طبعا. عشان تكون فكره واضحه للمشاهدين. هلا هو حتى عالميا التعليم بالسابق كان هو التعليم بيسموه التعليم المباشر، هو المعلم بوقف قدام اللوح بيشرح للطلاب والطلاب بتلقوا المعلومه من المعلم. لكن الدراسات من عقود ورا عم بتشير على انه هذا التعليم مش فعال بشكل اساسي. المطلوب هو ان الطالب هو يحس حاله بيمتلك العمليه التعليميه، هو مسؤول عن الانشطه والمعلم هو دوره كميسر. فهلا البرنامج هذا فكرته انه في اوراق عمل راح تكون مطبوعه توفر للطالب بشكل اسبوعي، طبعا طلاب من الصف الرابع للتاسع، وراح نحكي بعدين ليش هاي الفئه بالتحديد. كل ورقة عمل بتركز على أربع مواد زي ما الفيديو شرح لنا، العربي، إنجليزي، علوم والرياضيات، بتغطي مفهوم واحد أساسي كل المنهاج هذا عم بغطيه. فالطالب هو عم بيقوم بهاي التمارين داخل المنزل،
في مرات ان شاء الله لما بكون في عند دوام بالمدرسه المعلم كمان بيكمل على هاي المفاهيم. في دور كمان للاهل انه يطلبوا من اولادهم انه يشاركونا بشو النتاجات اللي حصلوا عليها طلاب من جراء هاي الانشطه اللي عملوها، وبكون في مساحه ايضا لتبادل الخبرات بين الطلاب بين بعضهم البعض. يمكن هلا هذا الموضوع لما بنحكي اوراق مطبوعه، احنا متذكرين اول ما صارت الازمه بشهر 3 صار في كثير حكي، اولا انه بقول لك مش كل الطلاب عندهم اكسس على الانترنت او بيقدروا يفوتوا على الانترنت مباشره، او اذا مثلا على منصه درسك بقول لك الطلاب مش قادرين يفهموا بالضبط لانه ما فيش تفاعل. فمن اجل ذلك اجت هذا فكره المشروع يعني، وبدعم من يونيسف، انه كيف تضمن انه الطالب يحقق شيء بسموه التعليم المدمج، هاي مقاربه بالتعليم، واللي هي انه الطالب يقوم بعض الانشطه ويكون في دور للدعم كمان من المعلم في نفس الوقت. نعم. طب يعني بسامة، الفئة المستهدفة من هذا المشروع هل في أعمار معينة ولا إحنا عم نتحدث عن كل الطلبة بجميع المدارس؟ هلأ بلا شك هلأ كل الطلاب بتعليمهم مهم وكل الدعم لهم بلا شك، لكن هلأ هون بيجي دورنا كمان كمنظمة زي اليونيسف. إحنا بنشارك أنه عالمياً الدراسات بتشير أن الطلاب من صف الرابع للتاسع هم العرضة للخطر بشكل أكبر من غيرهم، لأنه كلما انقطعت عمليتهم التعليمية بهاي الفترة احتمالية أنه ما يكملوا التعليم مستقبلاً بتصير أعلى. نعم. فبالتالي الفئة المستهدفة لبرنامج جسور التعلم هي الطلاب من الرابع إلى التاسع، أوراق العمل الموفرة لهم. نعم. نعم. وقدرتوا توصلوا أسامة لكل الطلاب ويعني وكل الخطط اللي أنتم كنتوا حاطينها بالأعداد اللي أنتم كنتوا حاطينها؟ أنت تحدثت عن تقريبا مليون طالب وطالبة، قدرتوا توصلوا لكل هؤلاء الطلبة؟ هل كان في أي مشاكل ل يعني إنهاء أو العمل على هاي الخطة؟ هلا بلا شك يعني مشروع كبير زي هيك ومشروع مبتكر وطموح شيء زي هيك مش شيء سهل تنفيذه، فما بدنا نقول انه ما فيش تحديات، لكن هون بيجي صراحه دور المنظمات العالميه. زي يعني احنا صراحه كان يونيسف من تضيف الخبرات النتائج العالميه والدراسات بوزاره التربيه والتعليم، ونقطه حق تقال يعني انا برضو كمواطن بحكيها، يعني وزاره التربيه والتعليم وقدرات ابناء البلد على انه بزمن قياسي ينتجوا عمل بهاي النوعيه العاليه فعلا شيء يفتخر فيه. فانا برايي احنا دائما بنكون قد التحدي بالاردن، وبنفس الوقت احنا محظوظين انه في عندنا منظمات بتشاركنا بالتجربه العالميه، لانه هذا هم عالمي. يعني احنا المهم نطلع برضه كمان التجربه هاي لو كانت ان شاء الله مشت بنجاح للنهايه هي راح تفيد كل العالم، مش فقط راح تفيد فقط ابناء البلد اللي هون. فبلا شك هلا عندك عامل الوقت، عندك كمان الحالة الوبائية، مرات بيصير في حجر بتقدرش تجتمعي إلى آخره، فكل الناس عم تشتغل عن بعد. طبعا هلا بتحكي عن لما بنحكي مليون طالب يعني بتحكي عن طباعة لأوراق عمل بشكل حجم كبير، كمان لازم يتوفروا هذول. هلا في أمور تنسيقية كمان، إنه هلا بنطبعوا إشي بعدين يتوزعوا لكل طالب، هذا إشي ثاني كمان. بالإضافة إلى أنه هلا البرنامج نفسه مش فقط ورقي، يعني هو برضه مدعوم لمن يستطيع واللي عنده أجهزة محمولة بتدعم هذا الإشي أن يفوت أونلاين على صفحة خاصة فيها مصادر أخرى إثرائية لنفس الموضوع ممكن الطالب نعم. يفوتها، وفيها برضو شرح بالصوت لكل اللي مكتوب داخل ورقة العمل برضو كمان، هذا عشان ندعم طلابنا اللي عندهم مشاكل بالقراءة، عندهم مشاكل تحديات بصرية إلى آخره، أنه يتغلبوا عليها من خلال وسائل التكنولوجيا لمن يستطيع طبعا. نعم. نشكرك. إذن كان معنا أسامة النعيمي مسؤول تعليم في منظمة اليونيسف، يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لك.